والله هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا اللي فندم. فات كان في كلام على ان هو هيكون جديد ولكن ما حصلش. بس انا شفته في كلام، بس الله اعلم يعني مدى يعني تحقيقه هيكون ايه، لسه مش عارف يعني. ما اقدرش اقول لك اه لان ما فيش اي خطوات يعني فعليه اتخذت. ما تمش الاتفاق لسه يعني. نعم؟ ما تمش الاتفاق لسه يا فندم. لا يعني لسه التظبيطات، يعني لسه مرحله التظبيطات، وان شاء الله هيبقى في جزء ثاني هقول لك بقى وقتها، لكن انا لغايه دلوقتي لسه ايه الموضوع فيه كلام. تمام يا فندم. طيب كنت عايز بس اخر حاجه اسال حضرتك عن الحكايه في ويبقى الاثر. الدور اللي حضرتك عامله مميز جدا وعجب الناس، عايز اعرف بيمثل حضرتك ايه الدور ده وتجربتك فيه يعني. والله بص، هو انا طالع في مسلسل ضيف شرف، واخد بالك، مشاهدي قليله جدا ولكنها مؤثره ومهمه في ده احداث حقيقي. المسلسل، لان هو مبني عليها بقيه المسلسل كله، واخد بالك. تمام. وطبعا المسلسل اللي انا بكل اجزائه وكل حواديته ليه نسبه مشاهده عاليه جدا، فمجرد ما جالي تليفون من جهه الانتاج ورشحوني معاهم في المسلسل طبعا وافقت على طول. انا بحب شغل الاستاذ احمد يوسف المخرج جدا، وبحب نجلاء بدري جدا، فيعني سعدت بالترشيح ده وسعدت بردود الافعال لغايه دلوقتي.